ويلكم بيانفيني، اهلا وسهلا بيكم معانا. احصائيات شهر 6 بالمقارنه بشهر 5. الجزائر كانت هي المواطنه المرتبه الاولى شهر 5 من 1/5 ل 31/5. المملكه العربيه السعوديه يليها المغرب، مصر المرتبه الرابعه، العراق الخامسه. دول الخمسة الأوائل. بس عايز أكرر إن كان الترتيب الفترة اللي فاتت كلها كان الترتيب الأول والتاني ما بين السعودية والعراق. من الشهر اللي فات بقت الجزائر والسعودية. العراق نزلت في المرتبة الخامسة بقالها كذا شهر. عمان كانت طلعت، الامارات، الكويت، فرنسا نزلت، وهكذا. نشوف الشهر ده اللي جد عن الشهر اللي فات. الجزائر زي ما هي واخده المرتبه الاولى، رائع، بشكرك يا جزائر وبحييكوا وربنا يحافظ على الجزائر. السعوديه زي ما هي في المرتبه الثانيه، ملتزمه بيها، كل سنه وانتم طيبين الاول بمناسبه العيد، واتمنى الجو يهدى كحراره في السعوديه عشان الناس ما تتعبش، وربنا يحافظ على السعوديه واهل السعوديه. مصر كانت في المرتبه الرابعه، نطت للمرتبه الثالثه. اشكركم يا مصريين، ده بمناسبه العيد ولا بمناسبه الثانويه العامه؟ مش عارف. اوكي، فمصر نطت خدت المرتبه الثالثه. المغرب عكست مع مصر، يعني كانت مصر الرابعة بقت التالتة، المغرب كانت الرابعة بقت التالتة، يعني الاتنين عكسوا مع بعض. ده المغرب المغرب ومصر بدلوا مع بعض. العراق زي ما هي من الخمسة للخمسة، بحييكوا يا عراق، يا شعب العراق يا طيب. الإمارات العربية المتحدة زي ما هي. فلسطين كانت في المرتبة الـ 12، نطت للتامنة، واخدت صاروخ ارض جو. بحييكوا يا فلسطين، بحييكوا بجد يعني، وكل سنه وانتم طيبين. من 12 ل 8 طفره كبيره، يعني طفره كبيره جدا، تستاهلوا نجم عليها. من 12 ل 8 كتير، وربنا يحافظ على فلسطين واهل فلسطين. الكويت نزلت يا كويت درجه، معلش، كنت في التاسعه بقيت التامنه. الاردن زي ما هي، مرتبة العشرة للعشرة. إسرائيل عملت زي عرب إسرائيل، يعني عملت زي فلسطين، صاروخ أرض جو، طلعت فوق. من المرتبة الستاشر طلعت للحداشر، يعني واضح إن عرب إسرائيل. بحييكوا بجد، وكل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم. يبقى الشهر ده اللي واضح معانا، يعني الشهر اللي فات كانت الجزائر واخده الطلع الخبطه الجامده دي، المره دي عرب اسرائيل وفلسطين هم اللي طلعوا من 12 طلعوا ل 8 المرتبه الثامنه، ومن 16 طلعوا ل 11. المانيا كمان طلعت، بحيي كل اللي في المانيا. المانيا طلعت من المرتبه ال 15 للمرتبه ال 12، برضو بحييها، شكرا يا المانيا، بحييكوا كتير 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 من قلبي يعني. تونس زي ما هي، اشكركم يا توانسه، كل سنه وانتم طيبين. سوريا نزلتوا، كنتوا في المرتبه 11 بقيتوا 14، كتير يا سوريا، ثلاث درجات كتير، بس ربنا يحافظ عليكم. فرنسا بره الملعب، فرنسا نسوها خلاص، كانت في التاسعه نزلت لل 15 مره واحده، يعني اكس يا فرنسا، اكس بدون نقاش، يعني من التسعة ل 15، ده ولا حتى البترول. في ايه جايه بتجيبي ايه من تحت؟ ما عندكوش مطره، انتوا بقالكوا 3 اشهر ما عندكوش مطره، فبتحفروا بير تحت تجيبوا ميه. ماشي، احفروا بير، دوروا على ميه. لبنان حبايبي يا لبنان، جميل شعب لبنان، كان في المرتبه 17 طلع لل 16، طلع درجة كويس. إيطاليا كانت في 23 بقت 17، طلعت كتير.
يعني ايطاليا بحييكوا يا طلاينا العرب اللي في ايطاليا، يعني عندي فلسطين وعندي اسرائيل وعندي المانيا وعندي ايطاليا. السويد اول مره اشوفها، اهلا وسهلا بيكوا يا سويد في مرتبه 18، اهلا وسهلا بيكوا. البحرين 19 19 زي ما انتوا اوكي. ليبيا 20 20 زي ما انتوا اوكي. ان الكاميرا ما جابتش الحته الاخيره دي، اسف لان انا مثبت الكاميرا المره دي. 11 سوريا نزلت، فرنسا 9 15، لبنان من 17 ل 16 طلعت درجه، ايطاليا طلعت كتير من 23 ل 17. السويد جديدة على الليست عندي، بحييكوا يا سويد، بحييكوا بجد. البحرين زي ما انتوا 19 19، يعني 19 دي جايبها منين؟ من هنا. يعني نشوف البحرين الناحية دي تلاقيها 19، ليبيا 20، البحرين 19، ليبيا ده الشهر اللي فات وده الشهر ده، فزي ما انتوا. اليمن نزلتوا نازلة رهيبة، نزلته جامد جدا من 14، طالما في ناس طلعت لازم تكون في ناس نزلت. من 14 ل 21 كتير يا يمن، كتير عاملين زي فرنسا من 9 ل 15 وانتوا 14 21. قطر الشهر اللي فات ما كانتش موجوده والشهر ده برضو زيرو ما كانتش موجوده، فهي قطر شكلها قفلت الانترنت عنده، لغوا الانترنت. الشهر اللي فات كانت امريكا كانت موجودة، اختفت الشهر ده، يعني امريكا بقت صفر صفر يا امريكا، صفر على 10، بقيتوا صفر زيكوا زي قطر بالظبط، يعني انتوا وقطر مع بعض. مع العلم ان امريكا دي كانت في المرتبة السابعة في يوم من الايام، في يوم من الايام كانت في المرتبة السابعة. بلجيكا برضو، بس بلجيكا كانت حديثة، ف كان فيها 10 مش يعني ناس 10، دلوقتي بقت صفر اوكي. بس قطر وقطر كانت دايما من الناس اللي فوق، وامريكا كانت بتاخد المرتبه السابعه الثامنه السادسه، بتتراوح ما بين هناك، نزلت للمرتبه ال 22 وبعدين اختفت من على الليست مره واحده مره واحده اوكي. وبشكركم كلكم مره ثانيه، وكل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد على الجميع، وأيامكم تكون سعيدة دايما. شكرا لكم.